احترام مبدأ مجانية الشواطئ وتحديد سعر 100 دينار جزائري بحظائر السيارات هو أهم ما تم التركيز عليه في إطار التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2024 والعينة من بلدية عين الترك بوهران. درنا تراخيص على مستوى الشواطئ وجبرنا هذوك الشباب اللي يمارسوا هذا النشاط تاع الكراء الطاولات والكراسي على التوقيع على دفتر شروط اللي ينص خاصة على ترك مساحات معتبرة للمواطنين من أجل وضع مستلزماتهم. كاين مواطن اللي يجيب مستلزمات تاعه وكاين مواطن واحد آخر اللي ما يجيبش مستلزمات تاعه. اللي ما يجيبش مستلزمات تاعه تاني يسمى خاصة خدمة على مستوى الشاطئ. شرطة وهران وضعت مراكز الشرطة في 14 شاطئ تابع لإقليم الاختصاص وهذا من أجل تأمين المصطافين، إضافة إلى ذلك تقوم بخرجات ميدانية لمحاربة ظاهرة الاحتلال غير الشرعي للشواطئ لبعض الخواص التي تفرض على المواطنين دفع مستحقات لدخول الشاطئ، إضافة إلى محاربة الركن العشوائي للمركبات والحظائر الغير شرعية. تعليمات دخلت حيز التنفيذ هذا الموسم مرفوقة برقابة صارمة لقي استحسان عديد المصطافين الذين أرهقتهم مظاهر الاستغلال العشوائي للشواطئ. شنو كان يشوف لو طاريف راه 100 دينار راه دي مي زعما ريزونابل. العام اللي فات كانت 200 دينار فهمي سي شير. وراهي السومة معقولة زعما 10000 كيما قالوا. واه 10000. السيارة وهنا راه الضمان راه كل شيء كاميرات ودعوة هانية ومليحة. هنا باركينغ حاجة مليحة سيكيريتي لا بلاش تانيك مليحة يستقبلوك غاية وديميل بري مليح خويا راهي النظافة بحر مليح كل شيء راه غاية تلك راهم قايمين بها السلطات حاجة مريقلة هذا العام راه غاية الدعوة. هي إجراءات ردعية فرضتها الحكومة ضد مافيا الشواطئ وممارسي السمسرة الموسمية لتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانية الشواطئ وجعلها في متناول العائلات كساكنة وهران وزوارها.